كله مش بس الأطفال ولكن القائمين على العملية التعليمية والأسر، وإزاي الحملة الإعلامية اللي هتبدأ إن شاء الله في أول شهر 10 هتستهدف مش بس التوعية للأطفال ولكن التوعية للأسر وبعض الرسائل الصحة النفسية والإيثكس أو الرسائل التربوية اللي إحنا هنحرص مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف إن إحنا ندخلها في برامج التوعية بتاعتنا. طبعا شغلنا مع وزارة التربية والتعليم بدأ من أول ما تولينا المسؤولية، وكان معالي وزير التربية والتعليم من أكثر الناس اللي شجعتنا على إدخال كل مبادرات الصحة العامة بكل سهولة ويسر واحتراف في المدارس، من أول المسح للأطفال من فيروس سي وعلاجهم لغاية الأنيميا والتقزم والسمنة. إحنا في أول سنة 18-19 كشفنا على 11 مليون طفل وعالجناه من الأنيميا والتقزم والسمنة. عام الدراسي اللي فات علشان انتهى في نص شهر مارس كنا كشفنا على حوالي 6 مليون طفل وعالجناهم. إن شاء الله هنعمل البرنامج ده ونمتد فيه مع معالي وزير التربية والتعليم، وطبعا التغذية المدرسية وكثير من المبادرات الصحة العامة اشتغلناها مع سيادتك. دور الشركاء دور مهم جدا، منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في ان هم احنا بنطلب ان هم يجوا الحقيقة لدورين، الدور الفني للدعم الفني لينا وعلشان نبقى ماشيين بالمعايير العالمية ونتأكد منها، والحاجة الثانية اللي احنا بنحرص عليه دورهم الرقابي علينا فنيا. يعني احنا بنطلب ان هم ينزلوا زي كده في 100 مليون صحة ويعملوا تقارير تحقق ويشوفوا احنا ماشيين صح ولا لا، وينصحونا ونشتغل مع بعض، وده شيء مهم جدا. العرض اللي انا هقدمه دلوقتي مش هخش في تفاصيله، دكتور علاء عيدي يمكن اكتر مني رئيس قطاع الطب الوقائي من ان هو يعرض التفاصيل، لكن انا عايزه اقول لكم ان احنا دخلنا في ادق التفاصيل ووقفناها، ودلوقتي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف راجعوا المحتوى العلمي، واليونيسيف مشكورة ساعدتنا في ان احنا نطبع لأكبر عدد من هذه الكتيبات لكل العاملين في المجال التربية والتعليم. هنبدأ العرض ب انا بس عايزة اقول ان بعد خبرة العالم في وباء الكورونا رئيس منظمة الصحة العالمية من اسبوعين قالت لا يوجد حل واحد مناسب لجميع الدول، وكل دوله لها تحديات خاصه بيها، وفي مسؤوليه على الافراد وفي مسؤوليه على الحكومات، ولازم نكون مستعدين لخطه طوارئ. اللي قالوا كمان وده مهم جدا جدا واللي شاهد العالم دي ان تاثير الوباء تخطى مشكله الفيروس نفسه، الوفيات اللي حصلت من حاجات تانية تعدت بكتير الوفيات اللي حصلت من الفيروس. جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف الشريك الكبير معانا في صحة الطفولة، وبرحب بالفنان المحترم جدا أحمد أمين اللي أقنع كثير من الأطفال بأهمية الصحة المدرسية، وكان مثل جميل جدا يكمل معانا ان شاء الله لمزيد من الصحه للاطفال. بشكره على ان هو لبى الدعوه في وقت قليل جدا، يعني كان الناس الساعه 12 بالليل تقريبا. برحب بزملائي قيادات وزاره الصحه وقيادات وزاره التربيه والتعليم، وبرحب بالاخ الجديد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه وباء الكورونا. والحقيقه انا قبل ما اعمل برزنتيشن احب بس اقول ان الصحه النفسيه والتربويه هي مكون كبير جدا لصحه الطفل. يعني ما فيش حاجه اسمها غنى عن المدرسه،